مشاهدينا الاعزاء، اللي يشوف هذا الشيء اللي بيدي يظن انه هو نوت بوك عادي ومعاه قلم، لكن هو في الحقيقه اختراع كويتي مشرف حاصل على براءه اختراع. هو اسمه برايلر، وهو اختراع للمكفوفين، عباره عن قلم لقراءه وكتابه المكفوفين. اختراع شيء مشرف، راح نتكلم عنه اكثر وعن طريقه استخدامه، مع اني حاولت اني استخدمه بكذا طريقه لكني ما عرفت. اكيد خلال هذا اللقاء راح نعرف له اكثر. وهذه شهادة براءة الاختراع راح تعرف عليها في لقائنا، على الرغم يعني من أن الحاجة أم الاختراع، لكن هذا لا يشترط أن تحتاج الشيء حتى تخترعه. يكفي فقط أن أنت تحس بحاجة الآخرين لتقدم على عمل يفيد الإنسانية، وهذا ما ينطبق على ضيفتنا اليوم. بالتأكيد كلنا سعادة وكلنا فخر لما نشوف شبابنا يصنعون إنجازات مشرفة نقف فيها أمام العالم أجمع، ولا نملك إلا أن نقف احتراما وتبجيلا لكثير من النماذج المشرفة اللي رفعت اسم الكويت عالي في هذا المجال، ومنهم شيخة أنور الماجد مخترعة قلم المكفوفين. نرحب فيها ونتعرف على قلم المكفوفين أكثر بعد التقرير. حياكم الله احبتنا، الامانه شيء يثلج الصدر، ونسعد في ان احنا عندنا هذه الطاقات الشبابيه من الجنسين، والى درجه ان يصلون الى العالميه، وليس على مستوى دوله واحده سواء عن امريكا، حتى في ايضا من خلال الحديث راح نتعرف على في دول اخرى اشادت بهذا المشروع. اختي شيخه، قبل لا نتحدث عن هذا الموضوع، أشارت أختي منية الشغلة عندك أحد مكفوف، فإحنا قبلها وكنا في الاستراحة نسولف عن جزئية معينة في شخص قريب لك، قولي لنا قصته. صح، أنا ولد عمي واحد من المكفوفين، وطبعا أنا من وأنا صغيرة أنا بالنادي العلمي من يوم كان عمري 12 سنة، كنت بمسابقة الشيخة فادية، هذه المسابقة سنويا تتم بالنادي العلمي. الشيخة فادية السعد. إي الشيخة فادي صباح، سنويا تتم مع مدارس وزارة التربية، فترشحت أني أنا أمثل مدرستي، كان تحت عنوان العلم يتحدى الإعاقات. أوكي، أنا كنت يعني صغيرة، يعني ماني فاهمة شنو موضوع العلم يتحدى الإعاقات، مع أنه كان في يعني زيارات ميدانية ونروح حق أكثر من جهة من ذوي الإعاقة. في يوم من الايام شفت واحد ولد عمي واللي هو مكفوف كاره الدراسه وما يبي يدرس، فلما جينا سالناه انه ايش فيك محمد؟ انا ايدي تعورني من الكتابه ما ابي ادرس، انا شنو بصير؟ هذه الفكره او الشغله اللي خلتني اني انا افكر مليون مره المكفوف وطريقه كتابته. فيتني فكره القلم، انه شلون اسوي قلم انه يسهل على الكتابه بحيث انه هو ما يحس بالعوار اللي كان يحس فيه بمفاصله وبايده علشان يقدر يكمل دراسته. ممتاز، هذه كانت بدايه القلم بالضبط. وفعلا وشفناه اليوم كقلم وفي طور الانتاج، يعني وصل المشروع اصلا انه اخذ براءه اختراع عالميه. يعني وصلتي للهدف اللي تبينه، والحمد لله هذا بفضل الله وبفضل جهودك اكيد. لكن لما نشوف اختراع مثل هذا، انا بصراحه شيخ حاولت كذا مره اني استخدمه لكني ما عرفت له الطريقه، فابيش تعطيني تفاصيل اكثر للساده المشاهدين عن طريقه عمل هذا الاختراع. طبعا هم المكفوفين يكتبون طريقه برايل عن طريق مثل مسمار. نعم. كتابه مع لوح، اللوحه هذه ميني بورد مصغره عن اللوحه اللي هم يستخدمونها، كل مربع عباره عن حرف، فلين مكفوف يمسك المسمار الكتابه اللي هو يستخدمه او التقليدي اللي احنا نقدر نقوله، يضغط بكافه ايده عشان يخرم الورقه، فلما يكتب فقره كامله هذا التعب مفاصل الايد، فصار شكله قلم عادي. اول شيء من الناحيه النفسيه المكفوف ما يحس انه في فرق بينه وبين اي انسان كامل حواس عنده قلم، يقدر يحطه بمخباته، ياخذه معاه، يحطه باي مكان يبي. يمسك القلم، مجرد ما يضغطه من الابهام داخل فيه سبرينجات تقوي قوه الضغط، فبدال لا يستخدم القوة الايد اللي كان يستخدمها الساعد بكامله، بدا يستخدم اصابع، مجرد الابهام، الابهام اصبع بعد واحد، اصبع واحد يعني بهالطريقه. بهالطريقه ومعروف ان يعني اغلب قوه الايد موجوده بالابهام. صحيح، فانه مجرد ما يمسكها بهالطريقه هذه اسرع اسهل اريح حق الايد، وحجمه مناسب سواء طفل او
بالغ. انسان او شخص كبير بالعمر. كيف تدرجت عندك فكره المشروع لغايه ما ظهر الى النور؟ شنو الادوات كافه اللي استخدمتيها؟ المساعدات، الاستشارات؟ قلت لك مثل ما قلت انا كنت في النادي العلمي، طبعا كان عندنا مشرفين ومهندسين علينا كطلبه. كان معي المهندس خالد الحسن الله يذكره بالخير، هو اللي بلش معي. حطينا تصور كامل عن القلم شلون بيصير، طبعا اكثر من تجربه سويناها وكانت فاشله، وقفت على المخرطه اول مره بحياتي اني انا اوقف على المخرطه. بلشنا سويناها يعني شغل ايد، احنا نقولها هاند ميد. بعدها الحمد لله صار القلم، وبس انه مو الجوده اللي كنت انا متوقعتها. بعدها ب 2008 حصلت على براءة اختراع عن طريق مكتب براءات الاختراع اللي موجودة كانت بالنادي العلمي. 2010 بلش بطل مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. نعم. مركز صباح الأحمد بلش أخذ كل الاختراعات اللي حاصلة على براءات الاختراع واللي للحين ما حصلت على براءات اختراع. عشان يكملون مشوارهم، اللي ما حصل على براءة اختراع بلشوا انه يقدمون له على براءات اختراع من امريكا. بما ان اختراعي كان من ضمن الاختراعات اللي حصل على براءة اختراع، بلش مرحلة التطوير. شلون احنا نقدر نخلي هذا القلم اللي انا صنعته بالمخرطة انه يكون سلعة قابلة ان هي تنزل بالسوق او ان هي تستخدمها المكفوف. فصار شكله مثل ما انت شايفه نوت بوك. هذا شكله النهائي شيخ، هذا شكله النهائي. نعم. بعد ما بلش تطويره تم تصنيعه بهولندا. وتم تجربته على اكثر من مكفوف بهولندا. والحمد لله كانت وايد النتيجه وايد اذهلتني. بعدها بلشت وضع دراسات الجدوى والتصنيع، وان شاء الله على مرحله التسويق. ممكن يا بعد اذنك تفضل. الان يعني انا بوري للاخوان المشاهدين هذه الصفحه بيضاء. طيب هذه صفحه بيضاء وهذا القلم. ما ابي اكلف عليك، اعطينا اكتبي حرفين بطريقتك. هذه الصفحه بيضاء كاي نفس الصفحه، وهذا القلم. بعد اذنك اختي الشيخه تفضلي. خلنا نكتب، اختاري انت حرفين كتبيهم عشان ما نطول عليك. واكيد شيخ انت تعرفين حق طريقه برايل اوريدي يعني. والله انا حاولت اني انا اتعلمها، بس يعني هم شوية بيها ممارسة. نعم. أنت تقصدين أن البرايل العادية؟ أي طريقة البرايل. أي هذه. فبالتالي إحنا مثل ما قلناها في المقدمة يعني ليس بالضرورة أن أنت يعني الحاجة أم الاختراع ليست بالضرورة أن تكون أنت المحتاج، ولكن أن تشعر بحاجة الآخرين وتقدم لهم مثل هذا الاختراع. وهذا عمل إنساني رائع جدا. بالتأكيد. شنو الحروف اللي راح تكتبينها؟ بكتب برايلر يعني. انا سهلت، قلت لك اعطينا حرفين انت بكيفك. اوكي هذا حرف الباء. طبعا عندهم هم المكفوفين اي يكتبون من اليسار لليمين عشان يكتبون عربي. ومن اليمين لليسار عشان يكتبون انجليزي، فانا راح اكتب من اليسار لليمين علشان اقرا بالعربي. نشوف الورقه بعد اذنك. فهذا حرف الباء. ها هذا الباء، هو طبعا الكلوز راح يحاول ياخذها ان شاء الله حرف الباء. هذا اللي احرف بعد انا سويتهم. الحين بس عرفت الطريقه لما شفتك تجربينها، لكن اكيد هو يبيلها ممارسه. عمليه اللمس والضغط، وهم الاخوان المكفوفين بأناملهم باللمس يعرف ان هذا اي حرف من الاحرف. تفضل شيخه. هذا الاختراع مر في رحلات طويله من المعارض وغيرها من هذه الامور، بصراحه مو بس بالكويت، حول العالم. كلمينا عن رحله هذا الاختراع. أنا شاركت بمعرض بألمانيا ب 2006. نعم. وشاركت بإكسمو ميلان 2015، وشاركت شهر 6 هذا بكوريا وحصلت على ميداليتين ذهبيتين ما شاء الله وشهادة تميز من معرض اللي موجودين هذول معنا. نعم. ما شاء الله. من معرض الاختراعات النسائي العالمي اللي بكوريا. زين شلون ردود الأفعال الكورية والإيطالية والألمانية؟ الكل كان مستغرب ترى، حتى بإكسبو ميلان الكل كان مستغرب، كانوا يروحون ويردوا لنا إن في بالكويت عندكم أنتم أحد قاعد يخترع، عندكم بنات، عندكم مخترعين. نقول لهم إيه يعني إحنا
يعني عندنا كفاءات وعندنا ناس انه تاكيد عندنا عقول مفكره حاطين ببالهم اغلبيتهم انه ما عندنا احنا عندنا وايد ناس طاقه وكفاءه يقدرون يوصلون حق اكثر من كذي. صحيح، واعتقد مركز صباح الاحمر هو يشهد على هذه الطاقات والابداعات والاختراعات الكويتيه. صحيح. بعد حتى وزارة الشباب، أنا طلعت إكسبو ميلان ومعرض كوريا تنسيق من يعني ترشيح من وزارة الشباب عن طريق مركز صباح الأحمد. نعم. متى راح ينزل القلم بالأسواق هذا ونشوفه كسلعة متداولة في الأسواق؟ والله إن شاء الله في يعني شغلة إن شاء الله تصير قريب الله يسهل. وراح يتسوق بهذا الشكل، هذا شكله النهائي يا شيخه؟ ما في يعني سيجنتشر حقك اسمك؟ هو البرايلر والبوكس نفسه في الرقم شهادة براءة الاختراع. حلو حلو ممتاز. زين، في هذا بدايه لسلسله اختراعات ثانيه؟ ان شاء الله، ليش لا؟ ان شاء الله نتمنى لك. انا اقول لك اياها وبلا حرج، انا اقول لك اياها وبلا حرج، كنا احنا في وزاره الاعلام وايضا وزيرنا وزير الاعلام وزير الدوله لشؤون الشباب. اذا في عائق حكومي قولي، اذا في عائق مادي قولي. انت شفت ايش ترددتي لما موضوع انه يتداول في الاسواق؟ لا، هو مو عن موضوع يتداول بالاسواق. طبعا مركز صباح الاحمد هو متكفل بكل شيء. نعم. حلو. انا بما اني اول شيء بنت، فانا ماني عارفه طريقه الماركتينج، انا مو تخصصي ماركتينج. فهو مركز صباح الاحمد هو اللي حط عنده مثل لجنه متخصصه حق التسويق. نعم. فان شاء الله ليش لا؟ انا اتمنى هالشيء، والكل يتمنى اصلا عند مركز صباح الاحمد ان اختراع يكون نازل بالسوق ويصير شيء اسمه اختراع كويتي. انا لان مثل ما قلت لك انت لما سالتك اختي منيا شفتك نوعا ما عندك تحفظ، فحبيت اني اشيل الحرج عنك. مثل ما قلت لك كون وزيرنا بالذات وهو وزير الاعلام ووزير الدوله لشؤون الشباب معني بنشاطات الشباب، فليش سالتك؟ اذا مادي الحمد لله، اذا حكومي فنفس الشيء. لا الحمد لله وزيرنا مو مقصر. نعم. شيخة أنور الماجد، أنت نموذج مشرف للمرأة الكويتية وشرفتي الدولة بشكل عام في المحافل الدولية العلمية، نتمنى لك كل التوفيق، ومنا احنا شكرا جزيلا على هذا الاختراع اللي كان شيء كبير بالنسبة للمكفوفين. شكرا على وجودك ويانا شيخة أنور الماجد، مخترعة قلم المكفوفين، وإن شاء الله راح تظل الكويت أرض خصبة لكل فكر وجهد وعطاء وعلم يسعى إلى خدمة الإنسانية. الآن نبي نروح لفقرة الرياضة والزميل عبد الله العوضي.